أمهات الأسرى لا يغبن عن أي فعالية تساند فلذات أكبادهن في سجون الاحتلال، هن يشعرن بحرقة لفراق يطول من دون نهاية، ولا يحلمن إلا باحتضان من قيدهم الاحتلال في أقبية الزنازين. دائما الأم الفلسطينية مغلوبة على أمرها، بتشوفش إبنها محرومة من أبنائها، كل أم مشتاقة ضمه، مشتاقة أقعد معاه، مشتاقة أتكلم معاه، مشتاق له جدا جدا. كل أم مشتاقة لابنها، كل أم أسير مشتاقة لابنها، وبقول له في يوم الأسير الفلسطيني يا رامي كل عام وانت بخير يما، لأنه في 17/4 يوم الأسير الفلسطيني عيد ميلاد ابني رامي. والله كل يوم بكى، كل يوم حالة صعبة، وأنا أفكر في ابني وبتجي يدق علي الباب، والله الله عالم يا ولد، وأنا مستناه يدق علي الباب مثل إخواني ما بدق الباب. بتمنى من الله يكون قاعد عندي وأنا باكل وهم إخواني بياكل. الفعاليات على زيادة وتيرتها مع اقتراب الاحتفال بيوم الأسير في 17 من الشهر الجاري، لا تبدو مرضية لذوي الأسرى ونشطاء الحركة الأسيرة، خصوصا مع ارتفاع أعداد الأسرى. عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية 6500 أسير موزعين على 24 معتقل داخل الأراضي المحتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي. من هؤلاء الأسرى 16 نائب عضو مجلس تشريعي، 22 أسيرة في سجن حشرون، يوجد 350 طفل فلسطيني أقل من 18 عام، يوجد 1600 أسير مرضى عام. الأسرى الذين يتجرعون مرارة الاعتقال تزيد مصلحة سجون الاحتلال من إجراءاتها القمعية والتضييقية عليهم، فالإنجازات التي تحققت خلال معارك الأمعاء الخاوية تسحب منهم شيئا فشيئا، إنجازات تحتاج عملية استعادتها إلى جهود فلسطينية ودولية. نطالب المجتمع الدولي ونطالب الساحة الفلسطينية أن تجعل من هذه القضية أم القضايا لشعبنا الفلسطيني، ونطالب كل مؤسسات الأمم المتحدة أن تضغط على هذا العدو الصهيوني من أجل التخفيف عن هؤلاء الأسرى وإطلاق سراحهم، لأن هؤلاء هم أسرى حرية وليس مجرمين. علينا أن نتقدم بملف انتهاكات إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية لينال المحتل عقابه جراء ما يرتكب من جرائم بحق أسران البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني، وعلينا أن نقوم بتدويل هذه القضية الفلسطينية لكي تكون رأي عام عالمي ضاغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى. اهتمام موسمي بمعاناة الأسرى من دون استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة قضيتهم سياسيا وقانونيا، هكذا يشخص نشطاء الحركة الأسيرة واقع القضية التي يكافحون من أجلها حتى الحرية. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.